صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: طلقت امرأتين ولم يتم الدخول بهما، وقد تزوجت بعدهما ورزقني الله عز وجل بولد، فهل ولدي تحرم عليه المطلقتين السابقتين؟ نعم، تحرمان عليه لأنهما زوجات أبيه. نعم، تحرم بالعقد، زوجة الأب تحرم بالعقد ولو لم يدخل بها. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، والمراد بالنكاح هنا العقد. نعم.